أحسن الله ما رأيكم في من ذهب إلى أن رواية لا يرقون عدم مشروعية الرقية؟ هذه الكلمة انفرد بها مسلم وهي منكرة ما تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقع على أصحابه. هل نقول خرج من هذا؟ هذه مما شاهد الكلامنا قبل قليل أنه قد يكون السند صحيحا والمتن منكرا، ومثل ما انفرد به المسلم أفلح وأبيه إن صدق، فإن كلمة أبيه هذه منكرة شاذة، فلا تعارض قوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم. أشياء كثيرة من هذا النوع. ووجه هذه القاعدة التي ذكرت لكم أن وهم الواحد من الرواة أقرب إلى هدم قاعدة من قواعد الشريعة. نعم.